بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا اصدقائي في قناة عالم اطفال. النهاردة ان شاء الله هنكمل سلسلة رمضان، جايبة لكم فوانيس حلوة قوي. النهاردة جايبة فانوس كيتي، الشخصية اللي البنات كلها بتحبها. اهو دي شكل الكرتونة بتاعتها، ودي شكل الفانوس بتاعنا. اهو الفانوس بتاعنا بينور، اهو رسمين شكله على العلبة. تعالوا بقى نفتح الفانوس بتاعنا ونشوف شكل كيتي من جوه شكلها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا اصدقائي شكل الفانوس بتاعنا الحلو ده. ادي الفانوس بتاعنا، فانوس كيتي الجميل. بص حلو ازاي، حلو قوي ورقيق كيوت كده. تعالوا بقى نشغله، نجيب الحجاره بتاعتنا ونشوف هيشتغل ازاي. بسم الله الرحيم. طبعا هنشيل، تعال هي بتعمل بتخليه يمشي، وادي الغطا. هو بياخد 3 حجرات اهو كده كده. شوف كده اشتغل، اشتغل. طبعا العجل بتاعه لما احنا نكون عايزينه يمشي بنشيل الغطا ده، ولما مش عايزينه يمشي بنثبتها كده. هنشغلها دلوقتي ونشوف شكله يبقى عامل ازاي. شكل جميل. ايه رايكم يا بنات؟ ايه رايكم في الفانوس بتاعنا ده؟ تاكون شغال على الارض؟ يلا نشغل على الارض. ايه رايكم يا بنات في الفرنس بتاعنا النهارده كيتي الجميل ده؟ يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو تعملونا لايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.